الانتقالي يهدد بتفجير الوضع عسكرياً لإفشال تحركات السعودية لفصل حضرموت. تفاصيل الخبر، أهلاً بكم. هدد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً اليوم عرقلة التحركات السعودية لإعلان انفصال محافظة حضرموت عن المحافظات الجنوبية. وقالت قناة الناطقة باسم الانتقالي في تقرير تلفزيوني إن التحركات المشبوهة التي تشهدها حضرموت مؤخراً تهدف للاستيلاء على ثروات المحافظة وحرمان أبناؤها منها، في إشارة واضحة إلى الترتيبات السعودية القائمة لإعلان الإدارة الذاتية للهضبة النفطية. وفي وقت سابق اليوم أكدت مصادر مسؤولة في الحكومة الموالية للتحالف أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أبلغ شخصيات حضرمية بقرار بلاده اعتماد السابع من شهر أكتوبر الجاري يوما وطنيا لحضرموت وإعلان الإدارة الذاتية للمحافظة في هذا التاريخ.